شعار العراقيين كل يوم، لكن منتخب العراق كما قال بلاتر اليوم حقيقة أنه عن المنتخب العراقي أنه مدرسة الحياة، لأن المنتخب العراقي كرة القدم تهدي الحياة وتهدي الابتسامة للعراقيين في وقت يبدو أن الابتسامة فيه ليست في هذا التوقيت من هذه الأيام. لكن المباراة تنطلق الآن، المباراة النهائية كأس الأمم الآسيوية 14، عاد من اللي يفوز، من اللي يتوج البطولة عربية 100%، وسيكون اللقب الخامس لكرة القدم العربية طبعا، لدينا المنتخب السعودي بثلاث ألقاب ولدينا المنتخب الكويتي بلقب واحد، واليوم إما أن تكون سعودية رابعة وسلامات إن شاء الله لياسر القحطاني، وإما أن تكون عراقية للمرة الأولى. طبعا طريق الفريقين يعرف الكل، الطريق الذي بدأه المنتخب العراقي هنا الكرة الماضية ما بين باسم عباس وما بين أيضا لاعب المنتخب السعودي ياسر القحطاني اللاعب الذي انسجل اليوم، فإنه سيكون هداف أول لهذه البطولة، لأنه حتى ما قبل هذه المباراة يتساوى مع اللاعب الياباني تاكاهارا بأربعة أهداف. طبعا تاكاهارا بالأمس خسر المركز الثالث مع منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح. لكن هذا الرجل فيرا، لاحظوا المدربان الأقصر عمرا في الدورة لكنهم الأطول بقاء حتى خط النهاية. كرة ملعوبة الآن، البداية، المنتخب السعودي يعرف هذا الملعب جيدا، خاض ثلاث مباريات هنا، بينما يأتي المنتخب العراقي لأول مرة ليلعب في ملعب بون كارنو في جاكرتا، لأنه كان موجودا أولا في تايلاند وبعد ذلك كان حاضرا في ماليزيا عندما قابل المنتخب الكوري الجنوبي في الدور نصف النهائي وفاز عليه بركلات الترجيح. لكن الأمور تنطلق الآن، والكرة للعراقي المتقدم للأمام باسم عباس، العرقلة موجودة من تيسير الجاسم وضربة الحرة المباشرة. وبالمناسبة أتحدث عن مباراة تنطلق الآن، مباراة لا زالت بدون أهداف، لكن ثقوا تماما أن الأهداف ستكون حاضرة، لأنه في المباريات 23 الماضية في تاريخ لقاءات المملكة العربية السعودية والمنتخب العراقي ولا مباراة انتهت بالتعادل السلبي، ولا مباراة. كرة ملعوبة الأمام وخطيرة الآن، ولكن العائد لمساندة الزملاء وهو النجم ياسر القحطاني يبعد الكرة الماضية إلى ضربة ركنية. هذه طبيعة لقاءات الكرتين السعودية والعراقية، المباريات 23 الماضية كلها أهداف. هنا محاولة كرة خطيرة للأمام لكن تحولت إلى الخارج من جانب نشأة أكرم اللاعب العراقي الذي سجل في مرمى المنتخب السعودي في الصين 2004 عندما تقابلوا في نفس المجموعة وفاز العراقيون بهدفين لنشأة أكرم ثم يونس محمود، كلاهما حاضر في مباراة اليوم بالنسبة للمنتخب العراقي، بينما اللاعب السعودي الذي سجل في تلك المباراة هدف المملكة العربية السعودية الوحيد هو اللاعب الغائب عن هذه التشكيلة في هذه البطولة وهو اللاعب حمد المتشري. لكن انطلاقة الآن موجودة، دقائق الثلاث الأولى على انطلاقة المباراة النهائية، والخطأ لصالح المنتخب السعودي. جماهير لا شك أنها لا تملأ مدرجات بون كارنو هنا في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، لأن هذا الملعب يتسع لمئة ألف متفرج، وكما ذكرنا هو واحد من أكبر 10 ملاعب على مستوى العالم. لكن طبعا الحضور السعودي جيد، الحضور أيضا العراقي جيد، الجاليات القادمة طبعا من كل مكان من آسيا فيما يتعلق بالجماهير العراقية، وكذلك أيضا السياح السعوديين أو المحبين للمنتخب السعودي أيضا كانوا قد جاءوا من جاكرتا ومن كل المدن الأندلسية، وأيضا جاءوا من بقية الدول الأسيوية، وجاءوا أيضا من المملكة العربية السعودية لمتابعة هذه البطولة. هنا انطلاق الآن، ولكن الكرة مقطوعة الآن من جانب أسامة هوساوي. المنتخب الأقوى هجوميا في هذه الدورة هو المنتخب السعودي ب 12 هدف، لكن طبعا يواجه المنتخب القوي دفاعيا المنتخب العراقي، لم يدخل في مرمى إلا هدفين فقط في المباريات الخمس الماضية، وهذه المباراة السادسة في هذه البطولة. هنا محاولة، وطبعا البداية الأخضر السعودي، بالمناسبة لأول مرة المنتخب السعودي يلعب باللون الأخضر في هذه البطولة، كل مبارياته باللون الأبيض، ولكن اليوم المنتخب العراقي باللون الأبيض. هنا هوار ملا محمد يتعرض إلى
إبعاد الكرة من أمامه من أمام مالك معاذ النجم الذي كان رجل المباراة الماضية، المباراة الأجمل على الإطلاق في هذه البطولة أمام المنتخب الياباني يوم أن فاز السعودي 3-2 وبلغ المباراة النهائية، ويقابل الآن شقيق المنتخب العراقي في مباراة كما ذكرنا مباراة عربية 100% هنا في نهائي آسيا رقم 14. محاولة من نشد أكرم، ولاحظوا المحاولات من البداية الآن يحاول ويتقدم، ولدينا الآن حيدر عبد الأمير، كرة خطيرة ملعوبة للمنتخب العراقي، لا زالت المحاولة مستمرة وتزيد من قصي منير، هو التهديد الأول، هو التهديد الأول في المباراة النهائية، العرضية من حيدر عبد الأمير، الإبعاد من الدفاع السعودي، لكن قصي منير بعد ذلك المحاولة الخطيرة الأولى والتهديد الأول في المباراة النهائية. العراق بدأت بالتعادل مع تايلاند في الافتتاح 1-1، ثم قدمت المباراة الأجمل الفوز على استراليا 3-1، ثم تعادلت مع عمان بدون أهداف، انتقلت إلى الدور الثاني لأن تكون أول المجموعة الأولى، فازت على فيتنام القادمة كونها ثانية المجموعة الثانية، وفازت العراق بهدفي يونس محمود، وبعد ذلك لعبت مباراة امتدت حتى 120 دقيقة وكانت أمام كوريا الجنوبية، وكان أسود الرافدين على الموعد في ركلات الترجيح الوصول بعد ذلك إلى المباراة النهائية في ظاهرة هي الأولى في تاريخ كرة القدم العراقية. كان ذلك طريق أسود الرافدين، لكن الصقور المنتخب السعودي بدأ مبارياته في المجموعة الرابعة هنا في جاكرتا بتعادل مع كوريا الجنوبية بهدف، الفوز على أندونيسيا بهدف قاتل لسعد الحارثي عندما كان التعادل بهدف لهدف يسيطر على الأجواء، بعد ذلك رحلت إلى بالين بانك وفازت على المنتخب، وفاز المنتخب السعودي على شقيقة المنتخب البحريني بأربعة أهداف نظيفة، ثم قابل أوزبكستان ثاني المجموعة الثالثة هنا في هذا الملعب وفاز بهدفين لهدف واحد، ياسر القحطاني وأحمد الموسى، وبعد ذلك قدم المباراة الأجمل وفاز على المنتخب الياباني البطل في الدورة الماضية 3-2 عندما ذهب إلى هانوي. بكل جدارة، بكل جدارة السعودي وصل، وبكل جدارة أسود الرافدين وصل إلى المباراة النهائية، والمباراة النهائية وآسيا كل آسيا اليوم تتحدث العربية، لكن من يسعد أخيرا، من يرفع الكأس الآسيوية، هل تكون عراقية أولى أم تكون سعودية رابعة؟ هذا ما سنعرفه، والكرة ملعوبة الآن للأمام ملعوبة وخط الثانية أيضا عراقية، الثانية أيضا عراقية، نعم 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 نعم، الثانية عراقية، الأولى عراقية كانت من قصي منير، والثانية عراقية أيضا وكانت هذه المرة من يونس محمود، والمحاولتين الأولى والثانية للعراق، العراقي يبدأ والسعودي ينتظر، ينتظر المنتخب السعودي، احترام كبير كما ذكرت لكل فريق يحترم طبعا الفريق الآخر، ووصول الفريقين كما أجمع الكل أنه جاء عن جدارة كبيرة، هنا مرور جميل للعراقي الجميل قصي منير في وسط الملعب، الآن يرسل الكرة إلى نشد أكرم، باسم عباس الروح العراقية التي بالفعل اليوم كما ذكرت بلاتر أطلق عليها مدرسة الحياة، إيه والله مدرسة الحياة، وهنا الإنذار الأول في المباراة على قصي منير، يرفع الحكم الأسترالي السيد مارك شيلد، انذار في كرة مشتركة في وسط الملعب، اللاعب السعودي بالفعل المنطلق في وسط الملعب خالد عزيز، والعرقلة كانت واضحة من قصي منير، التدخل كان واضح على القدمين والانذار في مكانه من جانب، وهذا قصي منير من اللاعبين السمر القلائل في تاريخ كرة القدم العراقية مع كريم هادي وحسام نعمة وعناد عبد، واحد من المهاجمين الخطيرين في أواخر الثمانينات مع المنتخب العراقي عناد عبد، لكن هذا اللاعب قصي منير هو الأسمر الوحيد الآن في المنتخب العراقي الذي بالفعل يعني جاء من كل مكان، وجاء والعراق الجريح حقيقة، كرة ملعوبة الآن، لكن هذه هي المحاولة الأولى للمنتخب السعودي كانت من عبد الرحمن القحطاني، هذا المكان الجهة اليسرى الموجودة من هذا الملعب، هذا النجم عبد الرحمن القحطاني يعرف هذا الملعب جيدا ويعرف أيضا كل خباياه
لأنه كان قد صنع الهدف الأول بعد 3 دقائق في الدور ربع النهائي أمام منتخب أوزبكستان إلى القحطاني الآخر وهو النجم الكبير ياسر القحطاني. فملعوب الآن لاحظوا المباراة كيف تذهب، تذهب في وسط الملعب، ولاحظوا صراع الأقدام في صراع الكبار في المباراة النهائية. آسيا اليوم تنتظر، تنتظر إما العراقي وإما السعودي، ولكن في النهاية الأمور ستكون عربية. هنا محاولة تبعد من أسامة هساوي، تجد خالد عزيز الآن الكرة لصاحب الخبرة الميدانية الكبيرة خالد عزيز أو سعود كريري عفوا، والكرة الآن تعاد من باسم عباس للأمام إلى نشأة أكرم، لكن أمام سعود كريري تجد الآن تيسير الجاسم. مباراة يعني من البداية من اللحظات الأولى الانطلاقة هكذا. هنا كرة تبعد الآن من جانب جاسم محمد، والاشتراك أيضا موجود وصافرة أسترالية لوجود خطأ للاعب نادي الوحدات الأردني جاسم محمد. بالمناسبة هو أكبر لاعب في المنتخب العراقي في هذه الدورة عمره 28 سنة، لكن اللاعب السعودي الأكبر في هذه البطولة هو الموجود في قائمة البدلاء، اللاعب الذي شارك في الدقائق 13 الأخيرة من المباراة الماضية أمام منتخب اليابان وهو رضا تكر. لكن الفريقين اللي أمامنا يعني معدل أعمار صغيرة وصغيرة جدا، نتحدث عن المنتخب العراقي 24 سنة وأربعة أشهر معدل أعمار لاعبي المنتخب العراقي، بينما 24 سنة وستة أشهر هو معدل أعمار لاعبي المنتخب السعودي في هذه البطولة. فريقين صغار، مستقبل ينتظر هذين الفريقين، ولكن اليوم السعودي يريد أن تكون رابعة وتاريخية، ينفرد لأن يكون بالفعل السعودي فوق هام السحب. العراقي يريد أن يقدم هدية متواضعة للشعب العراقي الذي يعاني وينزف، والشهداء وقوافل الشهداء كل يوم كل يوم، ومؤلم حقيقة ما يحدث فيها في هذا البلد، مؤلم والله. وقبل المباراة وهنا المدرب أنغوس، كرة ملعوبة الأمام، أنغوس يتمنى أن يكون ثاني برازيلي يهدي اللقب للمنتخب السعودي بعد المدرب الكبير جدا كارلوس ألبرتو بيريرا يوم أن فاز في الدوحة عام 88 على المنتخب الكوري الجنوبي بركلات الترجيح. الكرة إلى أسامة هساوي للأمام، وأسامة هساوي لا زال يملك الكرة، ولاحظوا المنتخب العراقي يضغط على حامل الكرة، يبدأ لا يبدأ من وسط الملعب العراقي لكنه يبدأ من وسط ملعب المنتخب السعودي، وعلى ذلك الكرات الخاطئة كثيرة، والمحاولة الآن موجودة والكرة الأمام، وهنا محاولة الآن تبعد تعود للمنتخب السعودي إلى تيسير الجاسم، لكن قصي منير مرة ثانية. حتى الآن نتحدث عن مباراة بعد 13 دقيقة الأفضلية لمنتخب العراق، الأفضلية عراقية، التهديد عراقي، الوصول إلى المرمى، الوصول إلى المرمى، ويبدو حارس المرمى السعودي ياسر المسليم. الكرة الماضية اللي فيها خطأ في إبعاد الكرة من ياسر المسليم، وهنا كما ذكرت الضغط على حامل الكرة موجود، وهذا طبعا يكلف الدفاع السعودي وحارس المرمى كما شاهدنا قبل قليل الأخطاء في إبعاد الكرة. هذا هو أنغوس. هذه المباراة التي تمثل تحديا كبيرا للبرازيليان، وكما ذكرت هما المدربان الأقصر عمرا في الدورة، كلاهما جاء قبل يعني ما لا يقل عن 40 يوم فقط من انطلاقة البطولة، لكن العبرة في النهاية الاثنان يذهبان بالسعودي والعراقي إلى المباراة النهائية، وعلى ذلك الآن الصراع في الدقيقة 14 من عمر المباراة في الشوط الأول. لدينا النور صبري النجم الذي كان رجل المنتخب العراقي في المباراة الماضية أمام كوريا الجنوبية في ماليزيا، لكن هنا ضربة ركنية، وعبد الرحمن القحطاني عالي وللأمام، ونور صبري يبعد الكرة الماضية، تبعد للأمام، هنا محاولة أيضا من جانب خالد عزيز في وسط الملعب، ولاحظ الصراع الكبير جدا من البداية. على ذلك الآن المحاولة السعودية في وسط الملعب لصالح عبد الرحمن القحطاني، استقبال جيد لكن الإبعاد بعد ذلك موجود من جانب باسم عباس، وهنا صافرة على وجود خطأ، وهنا انذار على ما يبدو، انذار بالفعل يظهر الآن على سعود كريري. إذن انذار أول كان على قصي منير، وانذار الآن ثاني في المباراة لكنه الأول على المنتخب السعودي، وهذه المرة على سعود كريري.
طبعا لو كانت في مباراة قادمة في هذه البطولة كان قد غاب مسعود كريري عن المباراة القادمة، لكنها المباراة الأخيرة، اليوم الأخير، السعادة. يعني الآن لا حركة، لا توجد حركة في العراق، في كل المحافظات العراقية 18 ما في حركة، السيارات متوقفة، حتى الانتحاريين أخذوا 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 راحة. يا ريت والله يأخذون راحة على طول، ما تكون راحتهم وقت المباريات. موحدة القلوب ومدرسة الحياة، متى يأخذ المجانين هنالك في العراق الحبيب، متى يتخذون من كرة القدم درسا وعظة وعبرة؟ متى يكون التوقف على طول الخط وليس فقط طول 190 دقيقة أو 90 دقيقة وهي عمر كرة القدم؟ فقبل أيام العراقيون كانوا في حالة من الصمت والذهول والترقب والدعاء لأسود الرافدين أمام منتخب كوريا الجنوبية، وعندما انتهت المهمة وعمت السعادة وبدأت الأفراح إذ بأحد المجانين يفجر نفسه وسط أكثر من 200 عراقي كانوا في حالة فرح، والله في حالة فرح. وأنا قبل المباراة معلق القناة العراقية كنت أسولف معاه، أدردش معاه، قال لي والله عندما أخرج من بيتي إلى التلفزيون العراقي أودع أبنائي، أودعهم لأني قد لا أعود إلى بيتي. لاحظوا هذا ما يحدث، هنا محاولة كرة ملعوبة الآن للمنتخب العراقي لكن تبعد بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. السعودي الفريق المتوج بثلاث ألقاب يريدها رابعة، يريد أن يكون بالفعل المنتخب السعودي هو سيد آسيا. حتى الآن المنتخب السعودي بثلاث ألقاب، معاه المنتخب الياباني ومعاه أيضا المنتخب الإيراني، لكن إن فاز السعوديون اليوم فإنهم سيكونون بالتالي هم أسياد كرة القدم الأسيوية. هنا محاولة من قصي منير، كرة الأمام تبعد الآن، والمحاولة من قصي منير للأمام، وتجد الآن اللاعب العراقي اللي هو مهدي كريم إلى خارج أرضية الملعب. عطش عراقي للفوز وعطش سعودي أيضا للفوز، متعطشين السعودي والعراقي للفوز باللقب. يعني أتحدث عن البطولة رقم 14، فيها اللقب خامس للعرب مضمون. الكويت مع سعد الحوطي، أول عربي يرفع كأس آسيا، سعد الحوطي محلل الجزيرة الرياضية الآن هو من فتح الطريق مع الأزرق الكويتي للمنتخب السعودي. صالح النعيمة ثاني عربي، وكان صالح النعيمة أيضا ثالث عربي بعد ذلك 88، لكن العربي الرابع كان فؤاد أنور في أبو ظبي عام 96 يوما فاز المنتخب السعودي باللقب للمرة الثالثة، وكان فؤاد أنور مع المدرب البرتغالي نيلهو فينغادا. لكن المحاولة السعودية الماضية كانت عن طريق عبد الرحمن القحطاني، تقدم من هوار ملا محمد وسدد، لكن المحاولة ما كانت بالخطورة المنتظرة على مرمى المنتخب العراقي وحارس مرمى النور صبري. هذا هو هوار ملا محمد، ولدينا هنا أيضا النجم السعودي الذي قدم أوراق اعتماده بشكل ممتاز في هذه البطولة، وهنا الحديث عن عبد الرحمن القحطاني. يتحدث عن القحطاني، قبيلة قحطان من أكبر القبائل العربية ومن أكثرها محافظة على العادات والتقاليد، القبيلة التي يمتد وجودها بين نجران وأبها وجنوب نجد، قبيلة قحطان التي تقدم المنتخب السعودي الثنائي الخطير ياسر القحطاني وعبد الرحمن القحطاني ولدك، ولكن لدينا هنا سعود كريري، وخطأ واضح الآن للمنتخب السعودي، هذه المرة يرتكب الخطأ من جانب باسم عباس. كما ذكرت 23 مواجهة في تاريخ لقاءات الفريقين، الأفضلية تاريخيا للعراق، 10 حالات فوز للعراق على المنتخب السعودي مقابل 7 حالات فوز للمنتخب السعودي على المنتخب العراقي، وهنالك 6 مباريات انتهت بالتعادل في تاريخ لقاءات الفريقين، لكن ولا مباراة انتهت بالتعادل السلبي. لدينا هنا لاعب عراقي ملقى الآن على أرضية الملعب، ولاعبو المنتخب العراقي بما فيهم أيضا لاعب المنتخب السعودي ياسر القحطاني، كل هؤلاء يذهبون للإطمئنان على سلامة لاعب المنتخب العراقي الملقى الآن على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله، ويبدو لي من الشكل بالفعل أنه اللاعب كرار جاسم، هذا هو كرار جاسم لاعب الوكرة القطري
اللاعب الذي كان موجودا في النجف العراقي لكنه وقع رسميا للوكرة القطري. ولدينا ياسر القحطاني، والله يعني بجانب اللقب ترى ايضا كل الامور تذهب لان يكون افضل لاعب في هذه البطولة لاول مرة في تاريخ البطولة لاحد اللاعبين العرب. المرشحون كثر، الحديث عن ياسر القحطاني والحديث عن يونس محمود والحديث عن مالك معاذ، لكن المضمون ان اللقب عربي والمضمون كذلك ان يكون افضل لاعب في هذه البطولة لاول مرة في تاريخ البطولة ايضا هو لاعب عربي، نأمل ذلك نأمل ذلك، لكن المضمون ان يكون اللقب عربي لا جدال على ذلك. وحكم المباراة الأسترالي الحديث مع لاعبي الفريقين لأول مرة، السعودي يلعب بالفانيل الخضراء في هذه البطولة، بالأبيض فاز 4 مرات وتعادل، ما خسر السعودي، ما خسر باللون الأبيض. اللون الأخضر اللي هو علم المملكة العربية السعودية والشعار الذي يعلو العلم السعودي، الشعار الجميل جدا لا إله إلا الله. لكن العراقي أيضا، العراقي لديه طموح، وطالما وصل إلى المباراة النهائية فهو يريد أن يسجل اسمه لأول مرة في تاريخ هذه البطولة. هنا محاولة عالية تبعد الآن في وسط الملعب من القحطاني إلى سعود كريري، منتخب السعودي للأمام إلى مالك معاذ، ربما الكرة الأولى اللي يستلمها في وضعية مرتاحة، مالك معاذ يرسل الأمام إلى عبد الرحمن القحطاني، استقبال جيد في المرة الأولى لكن بعد ذلك تبعد من أمامه. وهنا تحولت إلى نشد أكرم، محاولة الآن إلى مهدي كريم للأمام، المتابعة موجودة عن طريق يونس محمود لكن المتابعة الدفاعية أيضا حاضرة هذه المرة من هوساوي ويونس محمود، وكرة خطيرة للأمام لكنها في متناول حارس المرمى ياسر المسيلي. ياسر المسيلي يعني هو عمل الصعب، عمل الصعب اللي هو يونس محمود، أخذها من أسامة هوساوي وتقدم، لكن العرضية بعد ذلك كانت سهلة في متناول حارس المرمى ياسر المسيلي. الجمهور الموجود اللي يقدر يعني ربما نتحدث عن ما يتجاوز 40,000 متفرج، 45,000 متفرج، ربما يقتربون من 50,000 متفرج، جمهور متجاوب تماما. يعني السعودي يصرخ، العراقي يهتف، المباراة النهائية تنادي تنادي والعراق ينادي، وكل القرى السعودية وكل المدن السعودية من جدة إلى الرياض إلى المنطقة الشرقية إلى الطائف حائل، كل هذه أيضا المدن تنادي. اليوم يوم كما ذكرت يوم تاريخي للفريقين. هنا محاولة كرة ملعوبة الآن، تعود للخلف إلى جاسم محمد، يرسل الكرة لكن تبعد من سعود كريري. يعني شخصيا أضع سعود كريري كواحد من اللاعبين الذين يستحقون أن يكونون ضمن قائمة المرشحين للقب أفضل لاعب في هذه البطولة. وهنا محاولة إلى عبد الرحمن القحطاني، يعني قلنا لكم وعد وعد، الأهداف راح تكون حاضرة في مباراة اليوم، هكذا يقول التاريخ السعودي العراقي في 23 مباراة. هنا محاولة لسعود كريري للأمام إلى تيسير جاسم، كرة تبعد الآن وتعود إلى جاسم محمد، تبعد بالطريقة المعتادة من لاعبي المنتخب العراقي، والكرة ملعوبة الآن، يلتم عليها ياسر القحطاني، يملكها ياسر القحطاني، يتقدم ياسر القحطاني، ينتظر الآن ياسر القحطاني، كرة ملعوبة للمنتخب العراقي، المنتخب السعودي، العرضية موجودة والكرة ملعوبة الآن وتبعد، وتجد الآن العراقي نشأة أكرم، عفوا هوار ملا محمد، هذا هوار ملا محمد بالقدم اليسرى بالفعل يتقدم، لكن سعود كريري الآن في وضعية التقدم للأمام، وكرة فيها خطأ على لاعب المنتخب العراقي، والإنذار هو الثاني على المنتخب العراقي في مباراة اليوم، هذه المرة على كرار جاسم. كرار جاسم، مباراة مولعة، مباراة مولعة من البداية، مولعة مولعة من البداية، يعني 25 دقيقة الآن مرت على المباراة، ثلاث كروت صفراء العراقي مرتين على قصي منير على كرار جاسم، مقابل إنذار كان على سعود كريري في الجانب السعودي، لكن هذا هو كرار جاسم اللاعب القادم من النجف العراقي لأن يظهر في دوري المحترفين القطري في الموسم القادم مع فريق نادي الوكرة القطري. هنا ضربة حرة مباشرة وصاحب القدم اليسرى
عبد الرحمن القحطاني كرة ملعوبة الآن. يعني اختبار هذه المباراة بين أقوى خط هجوم في الدورة المنتخب السعودي ب 12 هدف وبين أقوى خط دفاع في الدورة المنتخب العراقي الذي لم يسمح في المباريات الخمس الماضية إلا بدخول فقط هدفين في مرماه. لكن هذا الرجل أنغوس، الرجل الذي لم يكن محبوبا ولم يكن مرغوبا عند الجماهير السعودية عند النقاد السعوديين، لكن بتوالي المباريات ببلوغه المباراة النهائية بالعروض اللافتة بالعروض الساحرة بالنتائج الرائعة، هذا الرجل أصبح الآن محبوبا بل مفضلا عند 25 مليون سعودي يتابعون الآن المباراة المصيرية للمنتخب السعودي. هنا محاولة إلى خارج أرضية الملعب، وجاسم محمد اللاعب المحترف في الدوري الأردني لدى الوحدات الأردني، قبل ذلك أيضا كانت لديه تجربة في الأندية الأردنية لكن هذه المرة مع فريق نادي البقعة الأردني. هذا وجاسم محمد اللاعب الأكبر على الإطلاق في المنتخب العراقي، والمحاولة الآن إلى أحمد البحري. اللقاء الأخير طبعا كان في أبو ظبي في خليجي 17 أو خليجي 18 الماضي، وياسر القحطاني الحاضر في مباراة اليوم وصاحب الأهداف الأربعة كان قد سجل من ضرب الجزاء هدف المباراة الوحيد، الهدف الذي أنقل أو نقل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي وأخرج المنتخب العراقي من الاستمرار في تلك البطولة. لكن هنا محاولة الآن من جانب مالك معاذ إلى عبد الرحمن القحطاني. القحطاني يتقدم الآن والكرة ملعوبة بشكل مثالي لعبد الرحمن القحطاني، مرور جيد وتقدم جميل والكرة ملعوبة الآن إلى مالك معاذ. يتقدم مالك معاذ، الرقابة موجودة كالعادة من لاعبي المنتخب العراقي، والكرة بعد ذلك مقطوعة الآن تحولت إلى هوار ملا محمد. هوار ملا محمد مع أحمد البحري. الصراع يعني اللي اليوم في اعتقادي مباراة قد لا تكون مثيرة، ممكن جدا ما تكون حلوة، ممكن جدا للمشاهد ما تكون يعني مثيرة، لكن هي مباراة كفاح كفاح كفاح، مباراة يعني الفريق الأكثر كفاحا، الفريق الأكثر استبسالا، الفريق الأكثر حصولا على الفرص، والفريق الأكثر استغلالا للفرص المتاحة. لا شك أنه ستكون لديه الفرصة الأفضل لاعتلاء هرم كرة القدم الآسيوية. عاد اليوم يعني من اللي ياكل الكبسة السعودية الحلوة، المندي السعودي أو الباجة العراقية. هنا محاولة كرة ملعوبة الآن للأمام، خطيرة للأمام، الثالثة أيضا عراقية، والكرة عراقية الآن ملعوبة والكرة إلى ضربة ركنية. ثلاث فرص أتيحت حتى الآن هي الأخطر في المباراة كلها للمنتخب العراقي. مرور كان جميل لكرار جاسم والتصدي كان من ياسر المسليم. ثلاث كرة خطيرة وضربة ركنية ملعوبة عالية للأمام، والدفاع السعودي الآن في حالة العودة، كل لاعبي المنتخب السعودي باستثناء مالك معاذ في حالة العودة الواضحة الآن للتراجع للخلف. هذا وضع طبيعي لأن المنتخب الآن الخطير، المنتخب الواصل هو المنتخب العراقي، ولدينا هنا لاعب المنتخب السعودي اللاعب المميز وليد عبد ربه، والكرة الآن لصالح المنتخب العراقي. العراقي يقول لك الآن يعني أضرب الحديد وهو ساخن، الفريق الأكثر وصولاً. على ذلك الآن يرى أن الفرصة مناسبة الآن المنتخب العراقي، هوار ملا محمد بشكل مثالي لكن مقطوعة، والمنتخب السعودي من عبد الرحمن القحطاني، مرور ناجح للقحطاني، ينتظر القحطاني آخر، ينتظر ياسر لكنه يفضل الاستمرار بعد ذلك، والكرة من أمامه تبعد. جيد حكم المباراة، قريب كل القرب وبالفعل من كل كرة في كل مكان تجده الحكم الشاب صاحب الأربعة وثلاثين سنة، ومع ذلك لديه بطولتي كأس عالم 2002. كان الحكم اللي أمامنا الآن يطلب من ياسر القحطاني أو يطلب من عبد الرحمن القحطاني عفوا النهوض، هو الحكم الذي كان موجودا في كأس العالم في كوريا واليابان، وبعد ذلك شارك أيضا في ألمانيا 2006، وكما ذكرت قبل انطلاقة المباراة هو الحكم الذي أدار مباراة المنتخبين العربيين السعودي والتونسي في مونديال 2006. إذن السعوديين يعرفون هذا الحكم الأسترالي الجيد بالفعل، لعله واحد من أفضل الحكام
في القارة الآسيوية، أشاهد ذلك حقيقة وأقول ذلك على الأقل حتى الآن، لأن المباراة لا زالت في الدقيقة رقم 30 على انطلاقة المباراة في الشوط الأول. ولكن الشوط جيد يعني من ناحية الإثارة، الإثارة حاضرة، الندية واضحة، الكفاح موجود، صراع الأقدام مستمر. كرة ملعوبة الآن من ياسر القحطاني إلى الأمام إلى تيسير الجاسم، لكن تبعد من هوار ملا محمد. نشد أكرم الذي سجل أحد هدفي العراق في لقاء الفريقين في الصين 2004 يملك الكرة الآن، وهنا محاولة الآن إلى قصي منير، لكن تمريرة خاطئة إلى أحمد البحري. مالك معاذ المنتخب السعودي خطير عن طريق الخطير مالك معاذ، حكم المباراة من جديد الآن يطلب ويأمر باستئناف اللعب، والكرة بالفعل الآن إلى هوار ملا محمد. تمريرة خاطئة من هوار ملا محمد لكامل الموسى، عبد الرحمن القحطاني، كامل الموسى للأمام ملعوبة والكرة ملعوبة، ومالك معاذ الآن اللاعب المتابعة لكنه خطير والتزيدة موجودة، لكن بعد ذلك تصطد في المدافع علي حسين رحيمة. دفاع عراقي صلب، وهذا هو اللي كان واضح في المباريات الخمس الماضية ويستمر ذلك في المباراة السادسة على التوالي. الدفاع الذي لم يسمح إلا لهدفين فقط بالدخول في المرمى العراقي، لعب مباراة بطولية حقيقة أمام منتخب كوريا الجنوبية، لكن المنتخب الآخر المنتخب السعودي لعب المباراة الأجمل، وبالمناسبة المنتخب السعودي لديه مباراتين هما المباراتين الأجمل في البطولة. مباراة أمام المنتخب الياباني الفوز الرائع للسطور الخضر بثلاثة أهداف لهدفين، وقبل ذلك المباراة التي كانت الأجمل في هذا الملعب على حساب منتخب أوزباكستان. لكن تصرف راقي هنا أيضا، التزام جميل من جانب لاعبي الفريقين، لكن اللاعب العراقي نهض الآن للأمام، والكرة الآن إلى يونس محمود، تقدم للأمام، كرة من أمامه تبعد وتصل بعد ذلك سهلة إلى حارس المرمى السعودي ألا وهو ياسر المسيليم. هذا هو اللاعب كرار جاسم، والكرة من جديد للمنتخب العراقي. لاحظوا أن المنتخب العراقي الأكثر استحواذا على الكرة، هوار ملا محمد إلى يونس محمود لكنها خاطئة، تعود الآن إلى سعود كريري، واحد من أجمل وأفضل لاعبي هذه البطولة على الإطلاق سعود كريري. والله أنا عندي أن سعود كريري يلعب حتى في أفضل الأندية الأوروبية، يعني جسم راقي، لياقة بدنية عالية، حس كروي غاية في الرقي، كرة نظيفة، كرة سلسة، كرة حلوة، لاعب السعودي الجميل سعود كريري. لكن تيسير الجاسم لاعب سعودي آخر مميز ولديه هدفين في مباراة البحرين من أصل 4 أهداف، لكن المباراة الآن هدت شوية، الرطوبة عالية اليوم هنا في جاكرتا، نتحدث عن 60% طبعا هي نسبة الرطوبة، ونتحدث عن 30% طبعا هي درجة الحرارة اليوم هنا، 30 درجة مئوية درجة الحرارة في جاكرتا. الأجواء حارة، الرطوبة عالية، لكن الرغبة عالية من جانب أيضا الفريقين، والطموح كبير جدا في أن تكون سعودية رابعة أو عراقية أولى. هنا محاولة الآن إلى هوار ملا محمد، يتقدم هوار لكن المتابعة من جانب المدافع أيضا الموجود أحمد البحري، طبعا لاعب النصر السعودي، كرة ملعوبة الآن، هوار ملا محمد، يعني نشاهد ونتابع أن الأفضلية عراقية في شوط المباراة الأول. نتحدث عن 3 فرص كانت موجودة، ونتحدث كذلك عن استحواذ واضح على النسبة في شوط المباراة الأول. كرة إلى مالك معاذ في الجهة اليسرى، كامل الموسى شقيق أحمد الموسى، يعني تعودنا عندما يدخل بديلا أنه يعطي المنتخب السعودي الإضافة، هو بدأ في المباريات الثلاث الأولى أساسيا، لكن بروز تيسير الجاسم حقيقة فرض نفسه على تشكيلة المدرب البرازيلي السيد أنغوس. حتى الآن المباراة بدون فرص، ويقولون يعني إن لم تطرق الفرص بابك فاصنع لك بابا، إذا الفرص ما دقت بابك اعمل لك باب حتى تدق الفرص بابك. العراقيين صنعوا باب الفرص، صنعوا 3 فرص لكن ولا واحدة منها ترجمت إلى شوط إلى هدف المباراة الأول. السعودي يبحث عن الفرصة الأولى حتى الآن بالفعل، وضربة حرة مباشرة موجودة، ضربة حرة مباشرة موجودة، سعود كرير على التنفيذ، موجودة المحاولة لكنها عالية
من اللاعب الذي أراه جميلا جدا في هذه البطولة. إذا كان منصور لبلوي قد دفع 17 مليون ريال قبل 4 سنوات لانتقال هذا اللاعب مع سعيد الودعاني من نادي القادسية إلى نادي الاتحاد، فإن هذا اللاعب أعتقد ويؤمن مع الكثير من محبي الجزيرة الرياضية على أنه يستحق كل حقيقة ريال دفع فيه في السنوات الأربعة الماضية. هنا محاولة كرة ملعوبة الآن إلى هوار ملا محمد. هي نعم آسيا تتحدث العربية، والتاريخ اليوم يعني سيسجل أنه بعد أبو ظبي عام 96 يوم أن لعبت المملكة العربية السعودية والدولة المستضيفة منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة المباراة النهائية، بعد ذلك وقبل ذلك ما كان أي فريق عربي أو أي فريقين عربيين قد تقابلا، لكنها حدثت في أبو ظبي. وهنا أيضا لاعب عراقي اللي هو يونس محمود، حارس المرمى ياسر المسليم يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. لاحظوا المنتخب العراقي، طبعا أدع ذلك إلى زميل سعد الحوطي وإلى زميل يوسف سيف، وأدع أيضا ذلك إلى استوديو الجزيرة الرياضية في الدوحة مع زميل حمد جاسم وأيضا مع الكابتن محسن صالح ونزار محروس، ولكن ما أشاهد حتى الآن. عموما نتمنى سلامة اللاعب العراقي اللي هو يونس محمود. لكن المنتخب العراقي لماذا فرض العراقيون سيطرتهم في شوط المباراة الأول؟ لأن الضغط العراقي على حامل الكرة السعودي موجود حتى على حارس المرمى. يعني بعض الفرق لاحظ هنا الذي حدث، يعني ما تستاهل كل هذا يا يونس، فعلا هي ما فيها شيء، لأن وليد عبد الرب اللي معانا الآن في الصورة أعتقد أن يعني، لكن طبعا مباراة نهائية وكما يقول يعني من له حيلة فليحتالوا بها. وهكذا حاول يونس محمود، لكن اللعبة بالفعل ما فيها شيء. وهذا النجم اللي يملك 3 أهداف وكان رجل مباراة منتخب بلاده أمام فيتنام، لاحظ الكرة الماضية هذه هي طبعا يعني بالرأس من وليد عبد الرب، لكنها في اعتقادي ما كانت مؤلمة وما كانت مؤذية. وانذار على ما يبدو على من؟ على يونس محمود. ربما حكم المباراة رأى بأن يونس محمود يعني تعمد الحصول على خطأ، هكذا فعل. وهنا أيضا انذار على ما يبدو على من؟ على وليد عبد ربه. يا ساتر، يعني نتحدث عن 3 كروت صفراء موجودة، ونتحدث الآن عن كرتين أيضا موجودين، وهذه المرة على يونس محمود أولا وعلى أيضا وليد عبد ربه، ليرتفع العدد من الانذارات إلى 5 كروت صفراء، ويرتفع العدد من الانذارات في كل البطولة إلى 148 كرت أصفر في هذه البطولة، معدل حقيقي كبير جدا. نتحدث عن أكثر من 4 انذارات في المباراة الواحدة، ولكن الأهداف حتى الآن غائبة. الكروت الصفراء حضرت حتى الآن للمرة الخامسة ل5 مرات، لكن ولا هدف حتى الآن. على غير العادة يا السعودي، على غير العادة يا العراقي، مباراة الفريقين رقم 24 لأول مرة بدون أهداف في تاريخ لقاءات الفريقين. بالمناسبة حتى ما قبل هذه المباراة لدينا 83 هدف في هذه البطولة، طبعا هذا الرقم أقل ب 11 هدف من الرقم اللي كان موجود في الصين 2004، والحديث هنا عن 94 هدف في البطولة الماضية. يعني مستحيل طبعا الوصول الآن إلى عدد الأهداف المسجلة في الصين 2004 ب 94 هدف، لأن بحاجة إلى 11 هدف، مستحيل 11 هدف في مباراة نهائية. هدف هدفين ممكن، 3 أهداف هذا ممكن، هذا وارد، لكن معادلة 94 هدف مستحيل. على ذلك طبعا رقم كبير موجود في البطولة الماضية. وهنا ضربة ركنية للمنتخب العراقي. العراقي الآن في وضعية يرى بأنه قادر على أن يترجم سيطرته في الشوط الأول إلى هدف المباراة الأول، لذلك العراقي متجه إلى الهجوم والسعودي يعود للدفاع. للتواجد الآن أمام ضربة ركنية للمنتخب العراقي. هوار ملا محمد على التنفيذ بالفعل، كرة ملعوبة عالية وللأمام وبالراس تهيا، وتجد حارس المرمى أيضا ياسر المسليم. ضربة ركنية أخرى للمنتخب العراقي.
شايف هوار ملا محمد، وطبعا كانت بالراس ايضا في الكرة الماضية، لكن ياسلم سليم اخذ كرته وبعد ذلك الى الخارج لان تكون ضربة ركنية اخرى في مباراة اليوم لصالح الطرف الافضل في شوط المباراة الاول. كرة عالية وللامام وعودة كل لاعبي المنتخب السعودي. هنا محاولة من جاسم محمد، يعني مباراة فيها جهد بدني عالي جدا من الفريقين في اخر مباراة في البطولة. كرة عالية وللامام، المنتخب العراقي اذكر انه لعب يعني اطول من المنتخب السعودي، لان المنتخب السعودي ما احتاج ابدا الى وقت اضافي في هذه البطولة. حسم أموره في الوقت الأصلي على حساب منتخب أوزبكستان في الدور الربع النهائي في هذا الملعب، وعلى حساب المنتخب الياباني في المباراة الأجمل في البطولة في هانوي 3-2. لكن المنتخب العراقي الذي طبعا مجهود بدني كان واضح في ماليزيا عندما لعب مباراة طويلة جدا أمام كوريا الجنوبية انتهت بالترجيح، لذلك الآن ضربة حرة مباشرة. ونشد أكرم اللاعب الذي يعرف الكرة السعودية حق المعرفة لأنه كان موجودا لسنوات طويلة، أولا مع النصر وبعد ذلك مع الشباب السعودي. كرة عالية والأمام خطيرة وفرصة ملعوبة أيضا، والكرة تبعد إلى ضربة ركنية أخرى للمنتخب العراقي. أفضل العراقي، الأسود، أسود الرافدين هم الآن في الوضعية المثالية، والكرة ملعوبة وعالية والأمام وهذه خطيرة الآن، لكن تبعد الآن، تعود لتيسير الجاسم للأمام. هنا محاولة الآن إلى باسم عباس، جاسم محمد، يعني نفس الجسم ونفس أيضا الحلاقة على الزيرو، يعني ما شاء الله تشوف الجسم لو ما تشوف الرقم تقول هذا باسم وهذا جاسم، يعني ما تفرق بينهم، لكن الاثنين بالفعل من اللاعبين المقاتلين جدا في دفاع المنتخب العراقي. على ذلك الآن لاعب المنتخب العراقي مهدي كريم يتقدم، والكرة الآن إلى كرار جاسم، وهذه خطيرة أمام المرمى أيضا مرت للمنتخب العراقي. محاولة أخرى موجودة في مباراة اليوم، هذا هو كرار جاسم في المحاولة الماضية. يعني نتحدث عن 42 دقيقة، اللي ما شاف المباراة من الدقائق الماضية اللي انضم لنا الآن، المنتخب العراقي بالفعل لديه أفضلية واضحة في السيطرة على الكرة، لكنها حتى الآن أفضلية دون الوصول إلى هز الشباك. كرة ملعوبة، وتجد الآن المنطلق قصي منير للأمام، تعاد للخلف الآن من جانب اللاعب حيدر عبد الأمير دفاع المنتخب السعودي الآن، وترسل للأمام من كامل موسى، لكن نشد أكرم لهوار ملا محمد، لكن كامل البوس أمام الآن، ياسر لمسيليم، لكن من جديد الآن للمنتخب العراقي وترسل بالفعل عالي، لكن أسامة هساوي في وسط الملعب الآن، لدينا سعود كريري من جديد. لاحظوا المنتخب العراقي الضغط على حامل الكرة، اللياقة البدنية العالية، الالتحامات المباشرة في أرضية الملعب. كرة الآن إلى مالك معاذ، المنتخب السعودي لديه الآن فرصة في هجمة مرتدة، يتمنى أن تكون سريعة، يتمنى بالفعل أن تكون سريعة، وهكذا كانت، لكنها طالت وتحولت إلى حارس المرمى نور صبري. نور صبري، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن، هل يستطيع المنتخب العراقي أن يقدم هذا المجهود البدني الخرافي في شوط المباراة الثاني؟ وهل يكون ايضا التقدم العراقي ربما يعني اغراء سعودي، يعني السعودي يعمل له اغراء للتقدم بهذه الصوره، لكن بالفعل المنتخب العراقي في شوط المباراه الاول بهذه الصوره الراقيه. هنا محاوله ياسر القحطاني، لاحظ المنتخب السعودي الان يعتمد على المرتدات، كره خطيره للقحطاني، شوف الاولى 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 للمنتخب السعودي بعد كم؟ بعد 44 دقيقة، بعد 44 دقيقة الأولى يعملها مين؟ يصنعها مين؟ يصنعها ياسر القحطاني، تقدم الفعل والكرة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية، يعني في الوقت المناسب بالفعل. ياسر القحطاني يعملها على شكل زيدان، هذه زيدانية هذه، حرة
حركة زيدانية من القحطاني، كرة عالية من ضربة ركنية المنتخب السعودي الآن في وضعية الفريق الهاجم، والكرة ملعوبة الأمام من جديد الآن للمنتخب العراقي، يتقدم الآن وكرار جاسم أو بالفعل للأمام، وهنا محاولة والكرة للمنتخب العراقي، ويتقدم يونس محمود، الكرة للمنتخب العراقي، جديدة موجودة لكن تصطد وتبعد بعد ذلك للاعب تيسير الجاسم. كرة إلى خارج أرضية الملعب، لكن شوط أول وإن خلى من الأهداف لكنه في غاية الجمال، في غاية الجمال. لدينا الحكم الرابع الدولي الكويتي سعد كميل هنا يشير إلى 3 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. شوط أول مرة سريعا من جانب طبعا لاعبي الفريقين، وانطلاقة موجودة وصافرة على وجود خطأ في الكرة الماضية على اللاعب العراقي مهدي كريم، اللاعب الذي يلعب في قبرص مع نادي ليماسول أبولون، اللاعب الذي لعب في الزوراء وفي أربيل. أربيل كما يعلم العراقيون أنها المصيف الجميل للعراقيين، عندما يأتي الصيف وتشتد درجة الحرارة في بغداد فإن العراقيون يرحلون إلى أربيل، حيث الهواء الجميل ونسمة الهواء الباردة. لكن مباراة اليوم تقام في الأجواء الحارة، في نهائي مثير بالفعل في كرة القدم الآسيوية. عد تنتهي في الوقت الأصلي، أم أن الشيء الذي كان سائدا في معظم مباريات الدور الثاني الوصول إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، كل شيء وارد. كرة تبعد بشكل ممتاز من نشد أكرم، مرور جميل كذلك من هوار ملا محمد، يرسلها الأمام وكرار جاسم الآن في وضعية اللاعب المتقدم، اللاعب المنطلق يحاول ولكن أمام لاعبين من لاعبي المنتخب السعودي، وهنا خطأ يحتسب بالفعل على اللاعب السعودي أحمد البحري. البحري يرتكب خطأ، والمدرب البرتغالي فييرا الذي أيضا يعرف الكرة السعودية حق المعرفة لأنه العام الماضي كان مدربا لفريق نادي الطائي في مدينة حائل السعودية. ما في أسرار، الأسرار غير موجودة في المباراة النهائية. السعودي يعرف العراقي والعراقي يعرف السعودي، وفييرا كان موجودا في المملكة العربية السعودية مع الطائي، ونشد أكرم الآن أيضا يعرف اللاعبين السعوديين والكرة السعودية، ولكن كرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. هذا اللاعب اللي طبعا أنهى علاقته بالشباب السعودي وحتى الآن هو من غير نادي، لكن الحديث على أنه قد يذهب إلى الدوري الإنجليزي مع نادي ساندرلاند. والله إذا رحت يا نشأة إلى ساندرلاند خلي بالك من المدرب روي كين العصبي جدا، اللي طبعا واحد من أساطير نادي مانشستر يونايتد عندما كان لاعبا لكنه الآن مدربا في نادي ساندرلاند الإنجليزي، الرجل المعروف بأنه قوي الشخصية وحاد الطباع. لكن اللاعب الجيد ولاعب مثل نشأة أكرم قادر بالتأكيد على أن يفرض اسمه إذا ما ذهب إلى نادي ساندرلاند الإنجليزي، وإن فعل ذلك فإنه سيكون أول عراقي يلعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، هكذا كانت الصورة في شوط المباراة الأول. شوط كان جميل بالفعل من جانب لاعبي المنتخبين العراقي والسعودي، شهدنا أفضلية عراقية واضحة في الشوط الأول، الفرص العراقية كانت هي الأفضل. محلل الجزيرة الرياضية الكابتن محسن صالح طالب بإدخال أحمد الموسى، أحمد الموسى يدخل الآن في بداية زمن شوط المباراة الثاني، والبديل هو اللاعب عبد الرحمن القحطاني. عبد الرحمن القحطاني ترك أرضية الملعب، واللاعب أحمد الموسى الذي كان الورقة الرابحة للمنتخب السعودي في المباريات الماضية يدخل الآن في الشوط الثاني، بينما العراقي المنتخب العراقي لازال باللاعبين ال11 اللي كانوا ممتازين في شوط المباراة الأول. هنا نشد أكرم يحاول وأيضا يصنع المحاولة الأولى في الشوط الثاني من المباراة، لكن محاولة اللاعب العراقي نشأة أكرم ذهبت بعيدة كل البعد عن مرمى المنتخب السعودي. إذن السعودية أجرت التبديل الأول، ويدخل أحمد الموسى مكان عبد الرحمن القحطاني. هذا هو التبديل
الذي شاهدناه في المباريات الثلاث الماضية، بينما هذا الرجل المدرب الذي هو في الكرة الخليجية منذ عام 1980 عندما جاء للمنطقة العربية الخليجية لأول مرة في عام 1980 مدربا لنادي قطر القطري، وبعد ذلك طبعا قاد الكثير من الدول، درب في مصر ودرب في المملكة العربية السعودية ودرب أيضا هنا. محاولة خطيرة، كرة ملعوبة مرة ثانية، وحارس المرمى ياسر لمسليم أيضا في المرة الثانية. إذا كان الشوط الأول قد كانت الأفضلية كما أجمع الكل على أنها كانت للمنتخب العراقي، في الشوط الثاني أيضا يبدأ للمنتخب العراقي الذي يبدو الآن أنه يحاول ويريد أن يستمر على نفس الطريق الذي كان عليه في شوط المباراة الأول، لكن محاولة سعودية موجودة عن طريق كامل الموسى، جميلة ملعوبة الآن، وهذا هو أحمد الموسى البديل في الشوط الثاني. تقدم جميل وكرة خطيرة أمام المرمى، ومرة ثانية موجودة وكرة خطيرة ولكن تبعد من دفاع المنتخب العراقي. إذن أحمد الموسى هو البديل الوحيد حتى الآن في المباراة، وهنا مروره الماضي، انطلاقة جميلة، مرور من جاسم محمد، تقدم من أمام أيضا المدافع حيدر عبد الأمير، وقبل ذلك من أمام نشأت أكرم، لكن النهاية ما كانت بالصورة التي تمناها الجمهور السعودي. 0-0 المنتخب السعودي بهذه النتيجة عام 88 في الدوحة، وصل إلى ركلات الترجيح وفاز 4-3 على كوريا الجنوبية، وبهذه النتيجة بلغ المباراة النهائية في أبو ظبي عام 96، وكان ذلك على حساب المستضيفة دولة الإمارات العربية المتحدة بأربعة أهداف لهدفين في ركلات الترجيح. لكن عموما ركلات الترجيح في هذه البطولة أيضا كانت حاضرة في الدور ربع نهائي وفي الدور نصف النهائي، والمنتخب العراقي وصل عن طريق ركلات الترجيح إلى المباراة النهائية. لكن بدري الحديث عن ركلات الترجيح، وبدري أيضا الحديث عن التوقعات لبلوغ المباراة إلى الوقت الإضافي أو إلى ركلات الترجيح. المباراة لا زالت في انطلاقة الشوط الثاني الآن. هذا هو جاسم محمد المدافع العراقي، وهنا ياسر القحطاني يعني يريد هدف حتى يصل إلى أن يكون هداف البطولة الأول. هنا محاولة عن طريق يونس محمود، مرور جيد في المرة الأولى، لكن الدفاع من أمامه تبعد، والتسديدة موجودة من جانب نشأت أكرم، ومحاولة مرور ناجحة في المرة الأولى، لكن العرقلة كانت أيضا موجودة على لاعب المنتخب العراقي ومن جانب كامل موسى الذي يرتكب خطأ في مكان خطير خطير جدا. الانطلاقة الماضية والعرقلة من كامل الموسى، والعراقي مهدي كريم الموجود في نادي ليماسول أبالون، طبعا مدرب نادي ليماسول أبالون هو المدرب الألماني ستانك اللي كان مدرب المنتخب العراقي، وهو اللي أودى هوار مولا محمد قبل أن يذهب طبعا هوار إلى الدوري الإماراتي عندما كان مع العين الإماراتي، وأيضا تعاقد مع ثلاث لاعبين. هنا ضربة حرة مباشرة للمنتخب العراقي، هوار مولا محمد، هذه خطيرة، ويا سلام يا سلام لياسر لمسليم، ياسر لمسليم، شوف وكأن محمد الدعيع في المرمى، وكأن محمد الدعيع بالفعل في المرمى، صاحب 181 مباراة دولية، رقم قياسي عالمي لمحمد الدعيع، لكن بالفعل شاهدنا محمد الدعيع في اللقطة الماضية عن طريق ياسر لمسليم. هذا هو كرار جاسم. الشوط الثاني نفس السيناريو، نفس الأداء، نفس القوة، نفس السرعة اللي كانت حاضرة في شوط المباراة الأول. لين الحين ولا واحد عمل له باب، ولا فريق صنع له باب الفرص. محتاجه شويه عزم، العزم موجود، العزيمه موجوده، وكما يقولون يعني وما العزم الا ان تهم فتفعله، الهمه موجوده والفعل موجود، لكن الاهداف حتى الان غير موجوده في الشوط الأول. كرة خطيرة الآن في الشوط الثاني، المحاولة أيضا من الأسمراني العراقي قصي منير، قصي منير يسدد على المرمى السعودي، وهكذا كان السيناريو في الشوط الأول، وهكذا أيضا نشاهد بداية شوط المباراة الثاني على أقل تقدير،
من الجانب العراقي هو الفريق الأفضل حتى الآن بعد مرور 51 دقيقة في عمر المباراة الكلية. هذا هو قصي منير اللاعب أيضا الذي يعرف الكرة السعودية لأنه كان لاعبا في الدوري السعودي مع نادي الحزم السعودي، وكان أيضا في الدوري القطري مع الخور مع يونس محمود عندما قاد هذان الاثنان الفريق الخور للفوز بالمسابقة الوحيدة لنادي الخور القطري في عام 2005 بكأس ولي عهد دولة قطر، لكنه الآن يلعب في نادي أربيل العراقي. والمحاولة من جانب سعود كريري إلى مالك معاذ اللاعب المتابع بشكل واضح اليوم من جانب اللاعب جاسم محمد، والانطلاقة الآن موجودة والكرة تعود ولكن للمنتخب العراقي للأمام تبعد الآن. المنتخب العراقي يلعب المباراة من دفاع بدني واضح في كل أرجاء من أرجاء الملعب، يعني لم يتغير شيء، لم يهبط الرتم، لم يهبط الأداء، لم يتراجع المستوى، لم نشهد اللياقة البدنية الآن متأثرة، مع أن المنتخب العراقي كما ذكرنا لعب مباراة طويلة جدا مرهقة جدا أمام المنتخب الكوري الجنوبي، لكن هذا لا يبدو تأثيره واضحا إطلاقا على مردود المنتخب العراقي. ولا زال المنتخب السعودي حتى الآن يعني في حالة التراجع. المنتخب السعودي إطلاقا لا يلعب كرة دفاعية، لكن اليوم حقيقة وهذا واضح للعيان المنتخب العراقي أجبر المنتخب السعودي على التراجع، أجبر على العودة للخلف، هذا واضح في مجريات المباراة. هنا كرة من رمية تماس الآن، كرة تبعد من باسم عباس مشتركة في وسط الملعب الآن، ووجود خطأ لصالح المنتخب العراقي، خطأ لصالح المنتخب العراقي، ولدينا الحكم الأسترالي السيد مارك شيلد، وهنا سعود كريري الذي اشترك في الكرة الماضية. يعني أنا لو كان الخيار خياري كان كابيلو جاب سعود كريري وما جاب مامادو ديارة. الزميل يوسف سيف طبعا هو سيد العارفين في الليغا الإسبانية. سعود كريري حقيقة لاعب طبعا نبغي شجعه، نبغي نرفع من إمكانياته، لاعب بالفعل كبير سعود كريري، لكن هنا ضربة حرة مباشرة للمنتخب العراقي الأفضل أفضل 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 أسود الرافدين. الكرة الآن إلى ضربة ركنية لفائدة المنتخب العراقي، وبالفعل المنتخب العراقي الآن يبدو في الشوط الثاني بالحالة والصورة التي كان عليها واضحا ومتألقا في شوط المباراة الأول. لدينا الآن ضربة ركنية، كرة ملعوبة الأمام لكن تبعد وخطيرة للأمام، وتحولت أيضا من ضربة ركنية من هذا اللاعب العراقي حيدر عبد الأمير، بينما هنا كرار جاسم ولاحظ الحضور السيد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي والسيد محمد بن همام رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، حضور طبعا القيادات الكبيرة على مستوى الفيفا وعلى مستوى أيضا الاتحاد الأسيوي لكرة القدم والبطولة لأكبر قارات العالم على الإطلاق. هنا المباراة النهائية الافتتاح، كان المنتخب العراقي طرفا في المباراة الافتتاحية في بانكوك والمنتخب العراقي طرفا في المباراة النهائية في هذه البطولة، يعني في أمم أوروبا الماضية في البرتغال شاهدنا المنتخب اليونان طرفا في المباراة الافتتاحية مع البرتغال، وكان الاثنان أيضا طرفا في المباراة النهائية لهذه البطولة. لكن هنا المنتخب العراقي، المنتخب السعودي طبعا في جاكرتا، لم يغادر جاكرتا إلا مرتين، مرة إلى بالمبانك في أندونيسيا لمقابلة شقيق المنتخب البحريني في آخر مباريات المجموعة، وأيضا سافر سفرة طويلة يعني 9 ساعات من الطيران المتواصل إلى هانوي إلى فيتنام ليقابل المنتخب الياباني الذي لم يترك فيتنام حتى غادر البطولة. لكن المنتخب السعودي كان بالفعل على الموعد وعاد من هنالك بفوز، وعاد بعد ذلك بسفر متواصل 9 ساعات لأن يعود إلى جاكرتا ليلعب المباراة النهائية ضد شقيقة المنتخب العراقي. كرة ملعوبة سليمة هنا في الجهة اليمنى، كرة فيها محاولة لكن المتابعة الدفاعية كانت سليمة من جانب اللاعب السعودي كامل الموسى، وهنا أيضا مهدي كريم لاعب ليماسول أبولون القبرصي اللاعب الذي يعتذر إلى زميله السعودي كامل الموسى. المدرب البرازيلي أنغوس الرجل الذي بالفعل الآن التفكير العميق
لأن المباراة الآن دخلت في منعطف لا يمكن أن يسمح فيه أي من المدربين بأي خطأ. الأخطاء الآن أصبحت مرفوضة. كرة إلى الأمام إلى ياسر القحطاني، لكن تعود الآن إلى قصي منير، واحد من أفضل لاعبي مباراة اليوم. جاسم محمد ترسل محاولة الأمام، ولكن تجد اللاعب السعودي أحمد البحري. لاحظ الضغط على حامل الكرة السعودي، يعني إطلاقا ما في راحة لا للمدافعين ولا حتى لحارس المرمى اللي هو ياسر المسليم. المنتخب السعودي إطلاقا لا يبدأ كل محاولاته بالراحة التي يتمناها، وعلى ذلك الآن محاولة عراقية قائمة، انطلاقة عراقية في الجهة اليسرى، والكرة بعد ذلك لا زالت من جديد المنتخب العراقي أفضل وأخطر، والكرة الآن فيها محاولة خطيرة في مكان خطير، تسديدة موجودة، لكنها من جديد الآن من جديد عالية وللأمام، وهذه خطيرة ومرت بعد ذلك بردا وسلاما على مرمى المنتخب السعودي. ولكن الصورة اللي كانت حاضرة في الشوط الأول تتكرر في الشوط الثاني. ما شيء تغير، ما في شيء تغير وتبدل إطلاقا. العراقي اللي كان هاجم في الشوط الأول، العراقي اللي كان واصل في الشوط الأول، هو العراقي الذي يستمر أيضا في الضغط الواضح على مرمى المنتخب السعودي. كرة مقطوعة الآن وتعود من جديد، ولاحظ المنتخب العراقي، ويا لها من مباراة بالفعل لأسود الرافدين، لعلها الأفضل في طريق المنتخب العراقي في حلم هذه البطولة. يعني ربما المباراة الأجمل بجانب أستراليا، الفوز طبعا على أستراليا، الفريق اللي كان بعبع، الفريق اللي كان مخيف، لكنه ما كان مخيف على الواقع. يعني على الورق كان مخيف المنتخب الأسترالي، لكن على الملعب في الأرض الواقع ما كان مخيف. المنتخب العراقي الآن يقدم مباراة أخرى أيضا في المستوى، المنتخب السعودي يقدم مباراة ربما هي الأقل من المباريات الخمس الماضية التي مستواه فيها بالفعل ما بين مباراة وأخرى كان في القمة، وخاصة في المباراة الماضية مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الياباني. لكن المنتخب السعودي اللي تعودنا أيضا في المواقف الحرجة على أن تظهر شخصية ومعدن للاعبي المنتخب السعودي. هنا محاولة الآن إلى نور صبري، يرسل كرة عالية وللأمام، تبعد من وليد عبد ربه، تجد المدافع العراقي جاسم محمد. يعني يلعب المنتخب العراقي الآن في الملعب، وفي العراق العراق بلا حركة الآن، وكل عراقي الآن، يعني كل عراقي صغير كبير يتساءل بحسرة، دمنا ليش يسيل دمنا؟ لا ذنبنا ولا جرمنا، ياهو يرضى باللي يصير، وين أصحاب الضمير؟ يلا تنهض كل زلمنا، يعني كل رجالنا. وتعود العراق، تعود العراق إن شاء الله. لكن المنتخب العراقي هنا في أرضية الملعب يعود الآن للهجوم على مرمى المنتخب السعودي. كرة مقطوعة تعود الآن إلى حارس المرمى السعودي ياسر المسليم. ولا مرة الكرة أعيدت إلى الحارس السعودي ياسر المسليم، وتصرف بهدوء وتصرف دون مضايق إطلاقا، لم يحدث ذلك. وهذه لعبة أخرى أيضا تؤكد ذلك، المنتخب العراقي بالفعل لياقة بدنية فظيعة، والكرة ملعوبة الآن، ولكن تبعد بذكاء من المدافع السعودي أسامة هوساوي. هنا أيضا مالك معاذ اللي يتمنى السعوديين الآن أن يعود كما كان كبيرا في مباراة اليابان في الدور نصف النهائي. هذا هو مالك معاذ، يعني حتى ما قبل مباراة اليابان ما سجل ولا هدف في البطولة، لكنه سجل هدفين غاية في الروعة في المباراة الماضية. مرور ناجح، كرة سليمة سعودية، تيسير جاسم الآن يسدد، كرة خطيرة. هنا بدأ السعودي، هنا بالفعل بدأ المنتخب السعودي طريق العودة. ربما كرة تيسير الجاسم، ولكن مين كان في الموعد؟ نور صبري في المكان في الموعد المناسب بالفعل لإبعاد الكرة الماضية. هي الأخطر في الجانب السعودي الآن، ونور صبري في مرماه يعطي المنتخب العراقي بالفعل كما فعل وأبدع وتألق في مباراة كوريا. هنا محاولة من ضربة ركنية، كرة الأمام تبعد الآن
من الجانب العراقي. يوم العرب والكاس عربية، كانت سعودية كانت عراقية، لكن الكاس 100% عراقية. وحقيقة هذه البطولة بطولة العرب، يعني أعود بالذاكرة إلى 6 أشهر ماضية دورة الألعاب الآسيوية، وهنا محاولة كرة إلى ياسر القحطاني، القحطاني الذي ينتظر ويتمنى هذه الأماكن، وعلى ذلك الآن الكرة ملعوبة لصالح المنتخب السعودي إلى رمية تماس. العرب العراق كان طرفا في المباراة النهائية لدورة الألعاب الآسيوية 15، وكان بجانب شقيق المنتخب القطري الذي توج بالذهبية، وكان العراقي على موعد مع الفضية. الآن أمم آسيا تسير على نفس الطريق، والسعودي والعراقي، العراقي والسعودي، كرة عراقية الآن مرتدة وسريعة وأمام المنتخب العراقي. الآن فرصة بالفعل ملعوبة، ملعوبة في مكان سليم إلى يونس محمود، يسدد كرة خطيرة، لكن ياسر المسيليم يبعد الكرة الماضية ولا زالت خطيرة وفرصة. شوف العراق، شوف المنتخب العراقي شو يسوي في الملعب، شوف المنتخب العراقي شو يسوي في الملعب، وياسر المسيليم يتصدى للكرات، عرضية كانت، عالية كانت، خطيرة كانت. ياسر المسيليم، ياسر المسيليم حتى الآن كرة خطيرة ملعوبة أمام المرمى، لكنها أيضا بتمر وتعود من جديد. ولاحظوا الفريق الأبيض اليوم، المنتخب العراقي في يوم أبيض بالفعل، المنتخب العراقي كرة إلى ضربة ركنية، كرة إلى ضربة ركنية. شايف ياسر المسيليم بالفعل يعني في مرماه، في مرماه الآن. أسد، أسد أسود الرافدين، لكن أمامهم أسد اللي هو ياسر المسيليم الذي يتألق بالفعل ويبعد أكثر من هدف محقق في المباراة حتى الآن. هنا ضربة ركنية، ودائما في الكرات الثابتة هوار ملا محمد، الكرة الماضية وبتألق كبير وبفدائية واضحة من جانب لاعبي المنتخب السعودي، وقبل ذلك ياسر المسيليم. يعني حتى الآن بتبديل واحد للجانب السعودي، القحطاني عبد الرحمن يترك أرضية الملعب، وأحمد الموسى، وكرة بالرأس ملعوبة خطيرة أمام اللاعب أيضا العراقي، لكنها مرت وتحولت من أمام اللاعب العراقي كرار جاسم. يعني مباراة اليوم، المباراة النهائية لو كانت تعد بالأهداف بالفرص الضائعة لكانت البطولة حتى الآن عراقية، لكن من يسجل الأهداف، من يحرك الشباك، من يكسر التعادل القائم حتى الآن. السعودي عنده خبرة في المباريات النهائية بالوصول إلى ركلات الترجيح. نعيمة عام 88 في الدوحة مع كارلوس ألبرتو، فؤاد أنور رفع الكأس أيضا بركلات الترجيح في أبو ظبي مع المدرب البرتغالي فينغادا، لكن حتى الآن الأمور حتى الآن ونحن في الدقيقة 65 من عمر المباراة في الشوط الثاني، مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، هي بدون أهداف، هي النتيجة التي لم تحدث في تاريخ لقاءات الفريقين. التعادلات كانت حاضرة في 6 مناسبات بين العراقي والسعودي، لكن التعادل السلبي إطلاقا لم يبرز في تاريخ لقاءات الفريقين. هنا محاولة ملعوبة الآن، كرة لصالح اللاعب كامل الموسى، ولاحظوا دائما يعني 90% من الكرات المشتركة في المباراة تذهب لصالح لاعبي المنتخب العراقي. لاحظ هذه كرة مشتركة، لمن ذهبت؟ ذهبت للمنتخب العراقي، تعود إلى نور صبري. لصالح نشأت أكرم، هذا الرجل حتى الآن الرجل اللي كان مساعد لمهدي فارية في منتخب المغرب المتأهل لنهائيات كأس العالم في عام 86 في المكسيك، نتائج جميلة حقيقة مع المدرب البرازيلي، كان هو المساعد، كان هو مدرب اللياقة البدنية. هنا محاولة للمنتخب العراقي كرار جاسم، مباراة كبيرة لهذا اللاعب، اللاعب القادم للدوري القطري مع نادي الوكرة في الموسم القادم، لكن نشأت أكرم الذي تراقب عيون نادي سندرلاند الإنجليزي. هنا مهدي كريم للأمام، يرسل كرة إلى يونس محمود، ملعوبة سليمة والعرضية أيضا مثالية،
والكرة إلى هوار ملا محمد، لكن مرت وتعود من جديد الآن إلى هوار ملا محمد. المنتخب العراقي وحاله أقول هي السادسة، أقول هي السابعة، أقول هي الثامنة للمنتخب العراقي في مباراة اليوم. يا سلام على العراقي، يا سلام على المنتخب العراقي. الأولى مرت من هوار ملا محمد، لكن المتابعة موجودة، المتابعة موجودة من نفس اللاعب، والعرضية كانت موجودة كذلك، والرأسية يا سلام يا سلام يا سلام، يعني كان ينقصها بعض الحظ من صاحب الأهداف الثلاثة من يونس محمود لأن تكون إلى الشباك أول أهداف هذه المباراة. شايف هذا هو الرجل اللي كان مساعد لمهدي فارية، طبعا مهدي فارية إجا وأسلم بعدين في المغرب، لكن فيرا ما أسلم، بقي على ديانته وله مطلق الحرية في ذلك، حرية الأديان ولله الحمد. مكفولة وكرة خطيرة للمنتخب العراقي السعودي عفوا من مالك معاذ هذه المرة إلى خارج أرضية الملعب. في هدف جاي في المباراة، في الدقائق العشر الجاية في هدف جاي في المباراة. شوف المرور الجميل، هيئ الكرة بشكل مثالي، وبعد ذلك حقيقة مالك معاذ الذي ملك قلوب السعوديين في المباراة الماضية بهدفي الانتقال إلى الدور النهائي من هذه البطولة. هوار ملا محمد وأداء جيد لهذا النجم القادم من قبرص للعين الإماراتي، لكنه الآن حقيقة ربما يكون في الطريق للذهاب إلى دوري كرة القدم القطري. هنا محاولة، كرة قائمة الآن إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس للمنتخب السعودي بالفعل، وحكم المباراة الأسترالي مارك تشيلد أداء جيد حتى الآن في المباراة، وفي اعتقادي أن تحكيميا المباراة بلا أخطاء من جانب حكم المباراة الأسترالي السيد مارك تشيلد. محاولة من وليد عبد ربه، تجد الآن تيسير الجاسم، وتيسير الجاسم إلى خالد عزيز. المنتخب السعودي بدأ الآن طريق العودة إلى المباراة، والكرة من سعود كريري، ياسر القحطاني، كرة ملعوبة سليمة، لكن المتابعة الدفاعية كانت للمنتخب العراقي وخطأ يحتسب الآن. شوف هذه المباراة، هي المباراة رقم 20 اللي يكون فيها أطراف عرب أو طرف، أو يكون فيها فريق عربي طرف في أحد المباريات في أمم آسيا رقم 14 من أصل 32 مباراة. طبعا هي المباريات المقامة والملعوبة في هذه البطولة. العرب فيما بينهم تقابلوا ثلاث مرات، وهذه المرة الرابعة في هذه البطولة، يعني الإمارات وقطر، العراق وعمان، والسعودية مع البحرين، وهذه المباراة هي المباراة الرابعة بين طرفين عربيين، وهي المباراة النهائية لهذه البطولة. هنا محاولة، العرب فازوا 8 مرات، وإن فاز اليوم فريق عربي ففوز التاسع للعرب في البطولة مضمون. هنا انطلاق الآن إلى كامل الموسى، يتقدم ويرسل كرة الأمام، لكن المتابعة الدفاعية موجودة، ولكن خطيرة بالفعل، يعني ما كان مناظر، ما كان متابع، ما كان مراقب الموقف، ولكن تدخل نور صبري في الموعد المناسب. شوف اللحظة الأخيرة، نور صبري بالفعل يتقدم. نور صبري الرجل الذي بالفعل يعني شع نورا في مباراة كوريا الجنوبية، وبعد صبر طويل نور صبري، كرة ملعوبة خطيرة، فرصة ملعوبة للمنتخب السعودي. بدأ الآن المنتخب السعودي بالفعل الطرف الأفضل، لكن مرتدة للمنتخب العراقي، كرة ملعوبة للأمام إلى يونس محمود، ينتظر الآن المساندة وينتظر المساعدة، ولكن كرة لازالت لصالح المنتخب العراقي. محاولة موجودة ما بينه وبين أحمد البحري أو خالد عزيز عفوا، والكرة بعد ذلك إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. حتى الآن لا المندي السعودي ولا الباجة، العراقيين يقول لك إذا تريد تاكل أكلة هنية فاذهب إلى دجلة، وكل سمكة بنية، السمكة بنية، السمك المسطوف اللي هو على ضفاف نهري دجلة والفرات.
وإن شاء الله تعود الأمور بأمان إلى دجلة والفرات. العراقي يتابع الآن في دجلة والفرات وفي كل مكان، وضربة ركنية. حالة التعادل التي كانت سائدة، شوف الكرة الماضية ومن أمام الكل مرت، لكنها ما مرت. شوف الرأس اللي كانت منتظرة وكانت مترقبة وكانت متلهفة. يونس محمود هدف أول في المباراة النهائية، يشعل الملعب الآن، يشعل الملعب. يا لها من فرحة بالفعل، يا لها من فرحة، ليس هنا عند فييرا ولكن في كل مكان في العراق. يونس محمود بالفعل يعادل ياسر القحطاني ويعادل تكهارة ويسجل الهدف الشخصي الرابع، لكنه حتى الآن يعني أغلى الأهداف العراقية وأغلى أهداف الشخصية هو الهدف في المباراة النهائية لهذه البطولة. يعني ما يحسب وما هو بالفعل واضح للعيان، يعني العراقي بدأ المباراة في الشوط الأول، العراقي لم يتراجع في الشوط الثاني، العراقي استمر في الأداء القتالي والروح العالية في الشوط الثاني، السعودي لم يغير من التكتيك، المنتخب السعودي بدل لاعبا لكنه لم يغير في تكتيكه. ويونس محمود الآن يعادل كما ذكرت ياسر القحطاني بالأهداف الأربعة، ويعادل اللاعب الياباني تكهارا الذي غادر البطولة بالأهداف الأربعة، لكنه يسجل الهدف الأغلى حتى الآن، والمنتخب السعودي لا زال حتى اللحظة بعيد عن الشكل الذي كان عليه في المباريات الخمس الماضية في هذه البطولة. شايف المنتخب العراقي يسجل أول الأهداف ويصنع الفرح ويرسم البسمة، والكرة ملعوبة الآن. يعني في اعتقادي وفي اعتقاد الكل أن أنجوس الآن مطالب بتبديل ثاني، لأن الأمور ليست في صالح الصقور، بينما الكرة الآن لصالح خالد عزيز. يتقدم هذا اللاعب ويعرقل، وفي أنذار بالفعل مستحق على لاعب المنتخب العراقي، اللاعب العراقي في أنذار، الإنذار هو الرابع على العراق، والإنذار على علي حسين رحيمة، علي حسين رحيمة. عرقلة واضحة بالفعل من جانب علي حسين رحيمة لصالح خالد عزيز، وبالتالي الخطأ واضح ولا غبار على ذلك في هذه اللحظات. الآن الكرت الأصفر السادس والتبديل اللي كنت أتكلم عنه الآن يحدث، لأن عبد عطيف سيدخل إلى أرضية الملعب مكان تيسير الجاسم. يعني لم نشهد تيسير الجاسم بالصورة التي كان عليها في المباريات الماضية، على ذلك يترك مكانه طبعا إلى زميله عبد عطيف، لاعب الشباب السعودي كما يعلم الكل، اللاعب الذي برز وقدم أوراق اعتماده بشكل ممتاز في بطولة كأس العالم للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة في مونديال 2003. لكن هنا ضربة حرة مباشرة، والمنتخب السعودي قادر على العودة إلى المباراة إن أدرك التعادل. هنا محاولة، رمي التماس موجودة من جديد، والمنتخب السعودي الآن في وضعية الفريق الهاجم، وهذا هو الوضع الطبيعي، والمنتخب العراقي الآن في وضعية الفريق المدافع، وهذا هو الوضع الطبيعي كذلك. يعني كنا نتكلم على الوعد اللي قلت لكم قبل شوي، ما تمر 10 دقائق إلا ويشوف هدف، هذا حدث، وتاريخ لقاءات الفريقين يشهد بذلك. المباراة رقم 24 لابد أن تشهد أهداف، لكن مباراة اليوم ربما النهائي الأكثر يعني أهمية في تاريخ لقاءات الفريقين. سعد الحارث يعتقد أنه راح يكون البديل الجاي لأنجوس، ولاحظ الفرحة العراقية هي بدأت من يونس محمود،
لكن الشرارة الأولى التي أشعلت بعد ذلك الفرح في كل العراق، العراق الجريح الذي يرى في كرة القدم على أنها بلسم للشعب الذي يعاني. هنا محاولة كرة ملعوبة الآن في الجهة اليسرى للأمام، ملعوبة يعني الإنجاز الأبرز للعراق طبعا، المركز الرابع في طهران عام 76 يوما خسرت أمام الصين مباراة خطيرة. هو مرة ثانية كرة بتضيع، كرة بتضيع. شوف إرادة المنتخب العراقي أنه يسجل الثاني، يفكر في الثاني، ولو فعل ذلك يعني راح يكون قريب جدا من الوصول بالتالي إلى معانقة الكأس للمرة الأولى. هذه الفرصة على مرتين، على دفعتين الكرة الماضية اللي أبعدت، وطبعا يونس محمود في المرة الأولى، لكن المرة الثانية وياسر المسليم بكل فدائية أيضا يبعد على الكرة الماضية. إن فازت العراق، وكان يونس محمود هو اللاعب الذي سجل الفوز وسجل هدف البطولة. يا له من بطل سيكون في العراق، يا له من بطل سيكون مفضلا للعراقيين. ومهما فعل بعد ذلك يونس بن محمود، مهما بعد ذلك فعل، مهما أضاع بعد ذلك يونس محمود، فإن العراق، كل العراق سترى وستعطيه بعد ذلك براءة كبيرة للسنوات الطويلة القادمة. هذه لعبة من يونس محمود، كرة خطيرة ملعوبة الآن، المنتخب العراقي لا زال في وضعية الفريق الهاجم، والكرة بعد ذلك تبعد. ولاحظ المفاجأة العراقية في الضغط على حامل الكرة، بدأت منذ الدقيقة الأولى مستمرة حتى الآن، ونحن في الدقيقة 78 من عمر هذه المباراة النهائية. شيء غير معقول، شيء غير معقول ما يقدمه المنتخب العراقي اليوم في أرضية الملعب. لا الأرجنتين ولا البرازيل ولا إيطاليا ولا فرنسا ولا ألمانيا، تبدأ المباراة من الدقيقة الأولى وتستمر حتى الدقيقة 78 بنفس القوة، نفس القتال، نفس الروح. هنا محاولة كرة ملعوبة الآن للأمام، والمنتخب السعودي الباحث عن العودة. العرضية من كامل موسى، لكن إلى نور صبري، إلى نور صبري. هذا هو كامل الموسى، يعني كما يقولون قبل كل مباراة مكافأة الفريق العراقي، كما قال المسؤولين، اتصال من القيادة العراقية إلى لاعبي المنتخب العراقي، مكافأتكم، فوزكم، فوزكم بسمة في وجه شعب يعاني، حيث الأطفال اليتامى والنساء الثكالى. أما أنا لهذا الشعب أن يستريح، أما أنا للعراق أن يستريح. أقول ذلك وهنا أخاطب تلك العقول المجنونة، أي والله مجنونة. هنا محاولة، المنتخب العراقي الآن لا زال بالفعل في وضعية الفريق الهاجم، والكرة تبعد، والمنتخب السعودي يعني المفاجأة المدوية اليوم بالفعل ليست في فوز وتقدم المنتخب العراقي بقدر ما هي في الأداء السعودي الغير يعني معتاد من خلال طبعا المنتخب السعودي وقدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة ومع المناسبات الكبيرة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وأعتقد أن أنجوس في هذه اللحظات تأخر بعض الشيء في الدفع باللاعب الذي كان منقذا في المنتخب السعودي في المباريات الماضية، والحديث هنا عن لاعب نادي النصر السعودي سعد الحارثي. يعني ربما سعد يقدم السعد للمنتخب السعودي كما فعل في هذا الملعب أمام أندونيسيا في مباراة 100,000 متفرج. لكن حتى الآن المنتخب العراقي، هنا محاولة كرة قائمة للأمام تعود إلى نشأة أكرم، نشأت من جديد لكن مقطوعة المنتخب السعودي. أمام الكرة الآن مالك معاذ يتقدم، وهذه خطيرة وفرصة متاحة الآن، وحكم المباراة يشير إلى استمرار الكرة الماضية. حكم المباراة السيد طبعا مارك شيلد
في خطة لصالح المنتخب العراقي، والمباراة الآن في الدقيقة رقم 81 والدقائق التسعة الأخيرة على زمن الشوط الثاني وعلى زمن المباراة الكلي. لاحظ الكرة الماضية وخالد عزيز اللاعب الذي وقع داخل منطقة الجزاء، لكن الأسترالي مارك تشيد يشير إلى استمرار الكرة الماضية. المنتخب العراقي الآن من سيجري عملية التبديل وليس المنتخب السعودي، واللاعب العراقي أحمد منجد لاعب الأنصار اللبناني هو اللاعب الذي يستعد الآن للدخول إلى أرضية الملعب. من هو اللاعب الذي سيترك أرضية الملعب؟ يبدو أنه كرار جاسم، أحمد منجد بالفعل لاعب الأنصار اللبناني، اللاعب الذي نفذ ركلة ترجيحية جميلة في المباراة الماضية أمام كوريا الجنوبية. والسعد الحارثي الآن أيضا في الجانب السعودي يستعد هو الآخر لأن يدخل إلى أرضية الملعب في الدقائق الثمان الأخيرة من عمر المباراة في الشوط الثاني بهدف للا شيء. حتى الآن الأمور تسير إلى العراق، السعودي يحاول، السعودي ينتظر الدقائق الثمان الأخيرة، لكن الكرة عراقية. وهوار ملا محمد الآن إلى يونس محمود، هنا محاولة سعودية، أحمد الموسى في الجهة اليمنى، مرور جميل للمنتخب السعودي، الكرة لا زالت مستمرة من عبد عطيف، خطأ لصالح المنتخب السعودي. هو الآن سعد الحارثي في الطريق للدخول إلى أرضية الملعب مكان أحمد البحري بالفعل، أحمد البحري ظهير أيمن الآن طبعا أمامه طريق واحد فقط وهو طريق الفوز، لذلك بيخرج ظهير أيمن مدافع ويدخل مهاجم صريح سعد الحارثي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. نتحدث عن 7 دقائق متبقية على عمر هذه المباراة النهائية، لكن عودة كل لاعبي المنتخب العراقي الآن إلى الخلف. مهدي كريم إلى نشأة أكرم، مباراة حقيقة يعني بذكاء 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 تحسب للمدرب البرازيلي فييرا، وأسهم هذا الرجل كيف كانت قبل البطولة، وأسهم هذا الرجل كيف ستكون إذا ما عاد العراقيون إلى بلاد الرافدين وهم أبطالا لكأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى، إلى بغداد، إلى البصرة، إلى الكوفة، إلى تكريت، إلى سمراء، إلى النجف، إلى كل مكان، إلى أربيل. هنا ياسر القحطاني، يعني اليوم معذور ياسر القحطاني، معذور أيضا مالك معاذ، لأن المنتخب العراقي مع نور صبري قطعوا النور والكهرباء، والكرة ملعوبة الآن وخطيرة ليونس محمود، لازال يحتفظ بالكرة، كرة ملعوبة في مكان سليم، ومحاولة التسديد موجودة، والتسديدة موجودة لكنها بعد ذلك سهلة لدى الحارس السعودي ياسر المسليم، كانت من مهدي كريم. محاولة عالية وللأمام، المنتخب السعودي الآن عن طريق مالك معاذ، هنا كرة تعاد للخلف وسط الملعب، جاسم محمد لكن مقطوعة، سعد الحارثي هذه خطيرة في مكان خطير، كرة بتضيع الآن وملعوبة وخطيرة ولكن تبعد من أيضا علي الحيبة، إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. وطبعا المباراة الآن يعني دخلت في منعطف الدقائق الخمس الأخيرة، الدقائق الخمس الأخيرة، اللاعب عراقي ملقى الآن على أرضية الملعب، السعودي يبحث عن الإنقاذ في الدقائق الخمس الأخيرة، العراقي يتمنى أن تذهب الأمور إلى ما هي عليه، ويذهب يونس محمود ورفاقه لاعتلاء هرم الكرة الآسيوية. يا له من إنجاز إن حدث، يا له من درس إن حدث، يا له من حدث تاريخي في تاريخ كرة القدم. فلم نسمع في تاريخ كأس العالم أو تاريخ كأس أفريقيا أو تاريخ كأس الأمم الأوروبية أن دولة جاءت من بلد الحرب فيها لا ترحم صغيرا ولا ترحم كبيرا ولا ترحم عجوزا، ومع ذلك ف
فأبناء العراق الآن يصلون للمباراة النهائية الأقرب لرفع الكأس الآسيوية. كرة ملعوبة الآن، هنا محاولة، كرة إلى مالك معاذ السعودي. السعودي الآن يفكر في التعادل، وكرة خطيرة في مكان خطير لكن تبعد بعد ذلك وتعود من جديد لصالح المنتخب السعودي. ضاغط المنتخب السعودي وهذا هو الوضع الطبيعي في المباراة الآن، ومتراجع المنتخب العراقي وهذا أيضا هو الوضع الطبيعي في المباراة الآن. كرة سعودية موجودة في الجهة اليمنى عن طريق الآن أحمد الموسى، هنا محاولة، كرة إلى عبد العطيف، أو بالفعل عبد العطيف، محاولة كانت ولا زالت، ومن كامل الموسى، وبعد ذلك مقطوعة إلى يونس محمود. طبعا يبعد الكرة للأمام من أجل أنه يكسب بعض الثواني. ولاحظ لاعب المنتخب العراقي علي عباس، لاعب القوة الجوية، اللاعب الشاب صاحب 21 سنة، شاب يعني يدخل طاقة حيوية نشاط لأن يصل للأمام. وهذا المنتخب بالمناسبة يعني هو المنتخب اللي شارك في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 وهزم استراليا أيضا، يعني قدم مستويات جميلة جدا المنتخب العراقي في تلك البطولة أو في تلك الدورة الأولمبية في مسابقة كرة القدم في الدورة الأولمبية. هنا تبديل باسم عباس، سيترك أرضية الملعب إلى علي عباس. تبديل عراقي طبعا يحدث الآن في الدقائق الثلاث الأخيرة من عمر هذه المباراة. ضربة حرة مباشرة، المنتخب السعودي الصقور الخضر يبحثون وينتظرون فيها عن الإنقاذ، عن العودة للمباراة، عن بقاء المباراة في الملعب. ضربة حرة مباشرة بالفعل في مكان جيد، كل اللاعبين السعوديين الأمام، كرة خطيرة ملعوبة ولكنها تبعد بعد ذلك. تجد الآن خالد عزيز، تقدم أسامة هوساوي، وتقدم وليد عبد ربه، وتقدم كل المدافعين السعوديين للأمام للأمام للأمام. بالفعل المنتخب السعودي عن طريق مالك معاذ للأمام، ولكن كرة مقطوعة الآن، كرة مقطوعة، ولاحظ المرتدة الآن، المرتدة الآن، المرتدة الآن للأمام المنتخب العراقي. سليمة ويونس محمود، والكرة من أمامه تبعد الآن، وتجد حارس المرمى ياسر المسيليم، ياسر المسيليم اللي يرسلها الأمام أيضا عالية، وهنا إبعاد من جانب حيدر عبد الأمير. هذا هو يونس محمود صاحب الهدف التاريخي حتى الآن للكرة العراقية، يعني الإنجاز اللي ما سجله حتى الآن، يعني كل لاعبي المنتخبات العراقية حتى الأسماء الكبيرة، حسين سعيد الهداف الأبرز في تاريخ العراق، أحمد علي كاظم اللي كان أيضا أسطورة في كرة القدم العراقية، ونتمنى سلامة حقيقة لأنه يعاني من الأمراض الآن. هنا محاولة، كرة قائمة الآن للأمام، والمنتخب السعودي بالفعل في وضعية الفريق الهاجم، لكن المنتخب العراقي في وضعية الفريق المدافع وبشكل ذكي للغاية. هوار ملا محمد الآن، لاحظ المباراة الآن تذهب إلى الدقيقة الأخيرة، وهوار ملا محمد، ومباراة كبيرة للغاية لهوار ملا محمد ولكل لاعبي المنتخب العراقي. والعراق الآن تجري تبديلا ثالثا، لأن أحمد عبد الله علي لاعب الشاب في نادي الزوراء العراقي هو اللاعب الذي سيعوض زميله مهدي كريم. لعبة ذكية كانت من جانب هوار ملا محمد إلى خارج أرضية الملعب. الصوت اللي تسمعونه الآن عراقي، الصوت اللي تسمعونه الآن الصوت المدوي في ملعب غوريلا بونكارنو في جاكرتا، صوت عراقي الآن بالفعل. هنا محاولة، كرة، هذا هو باسم عباس الذي ترك أرضية الملعب مصابا، وترك مكانه إلى زميله علي عباس، وثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضايع. هكذا كان الحال في الشوط الأول من المباراة، وهكذا هو الحال في الشوط الثاني من المباراة الآن. كرة ملعوبة الآن لصالح المنتخب السعودي، لعلها اللحظات الأخيرة والأمنيات الأخيرة للسعودي. الآن يحاول وخطأ في الكرة الماضية يحتسب لصالح مدافعي المنتخب العراقي. فييرا، ياهو يوب، ياهي ليلة، ياهي ليلة للعراقيين في كل مكان، الصغير والكبير في كل مكان في العراق الجريح. على هذه البطولة تكون بلسما وشفاء للعراقيين إن حدثت.
تعطي درسا للمجانين هناك بأن كرة القدم أو كما يقول العراقيون أنها موحدة القلوب. لعل القلوب تبقى معا. هنا محاولة أجمل ما ذكر أيضا في الأيام الماضية، فييرا الرجل البرازيلي اللي قال أريد أن أحتفل مع الشعب العراقي في بغداد. كرة ملعوبة، هنا محاولة، كرة قائمة. اليوم حتى الآن يوم العراقيين، يوم أسود الرافدين، وتمناها السعودي أن تكون سعودية رابعة، لكن حتى الآن هي ليست في صالح المنتخب السعودي. كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، عالية وللأمام، والكرة خطيرة وتبعد من جاسم محمد. لاحظوا الدفاع الموجود والإصرار السعودي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. ومارك شيلد الآن يناظر الساعة، والعراقيين كلهم الآن ينتظرون الصافرة. ونور صبري يخرج من فوق الكل، حارس المفضل بوفون، وكاسياس بوفون حارس اليوفنتوس والمنتخب الإيطالي، وكاسياس حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، هم الحراس المفضلين لنور صبري بالفعل المتألق الكبير في هذه البطولة مع نجوم المنتخب العراقي. كرة عالية وللأمام، واللحظات الأخيرة، العراقي ينتظر. ما في عراقي الآن جالس في مكانه، ما في عراقي موجود لا في العراق ولا في المهجر، في كل مكان كل العراقيين الآن في حالة وقوف. وهذا الرجل اللي يريد أن يحتفل مع العراقيين في شوارع بغداد. كرة ملعوبة الآن للأمام وخطيرة وفرصة ملعوبة، هي الأخيرة أعتقد ذلك، شوف كرة مرت ضربت في الأرض وراحت وين؟ راحت ضربت في الأرض واعتلت عاليا وكانت إلى الخارج. يا لها من بطولة مجنونة. اي نعم، بطولة مجنونة، بدأت في الافتتاح، العراق يتعادل مع تايلاند في اليوم الأول، وبعد ذلك سارت الأمور إلى ما سارت إليه تحت أنظار حقيقة بلاتر ومحمد بن همام وضيوفي جاكرتا مساء اليوم. لكن حتى الآن الأمور لم تحسم حتى الآن. طبعا السعوديين يريدون ضربة ركنية، ولكن الكرة الماضية إلى ضربة مرمى، هكذا يشير الحكم الأسترالي مارك شيلد. شايف فييرا، وطبعا لحظات تاريخية، لحظات انتظار، لحظات من الترقب، لحظات من الصمت الذي الآن. مبروك للعراق الجريح بلقب الأسيوي الأول، ألف 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 مبروك للعراق الجريح الذي يبتسم أخيرا. وكرة القدم ألف شكر، ألف ألف شكر لكرة القدم، لأن هي فعلت ما عجزت عنه السياسة وعجزت عنه كل الأمور الأخرى في تقارب الشعب العراقي. اليوم يوم الفرح بالفعل في كل مكان في العراق. مشاهدي الجزيرة الرياضية، الوردة الحمراء للعراق الجريح، هذه الوردة الحمراء زميلي يوسف سيف تذهب إلى العراق الجريح، لكل طفل يتيم، لكل أمة ثكلى في العراق، لكل من تيتم، لكل من أو بعيدا، لكل من تهجر عن بلاده. هذه الوردة الحمراء من الجزيرة الرياضية للمنتخب العراقي، للشعب العراقي في كل مكان. علها تكون وردة الخير، علها تكون وردة تزرع في قلوب العراقيين أن يعودوا إلى العقل وأن يبتسموا من خلال كرة القدم ومن خلال الإنجاز التاريخي الذي تحقق لكرة القدم العراقية في هذا اليوم التاريخي في جاكرتا.